الناس اللي عندهم مشكلة في اللايف كيحل اللايف كيجوجوش الناس ثلاثة كيطلعوا عليه من الشرجم، عندي لكم الحل، ولكن بقى معايا في الفيديو إلى الآخر. السبب الرئيسي يا أخي الكريم في هذه المشكلة هذه هو أنت، لأن المحتوى ديالك هو مشكلتك، محتوى مشتت لا معنى له، التيك توك يصنفه ضمن الرديء. اشتغل على المحتوى ديالك، تواصل مع الشريحة ديال الناس اللي كتواصل معها، خلي الفيديوهات ديالك عندها واحد النظام محدد، يعرفوا الروبو الفكرة اللي غتشتغل عليها، والناس غادي تبدا تجي عندك، وأكيد أن اللايف ديالك غيعرف انتعاشها. ضروري يا أخي الكريم، ضروري المحتوى اللي كتشتغل عليه يكون يفهمه الروبو باش يقدر يوصل الشريحة ديال الناس اللي كيهمو هذاك الموضوع. ما هو الحل؟ الحل هو إعادة النظر في المحتوى ديالك، الحل هو إعادة النظر في المحتوى الذي تنشئه. ماذا يجب أن تفعل؟ تقوم بسلسلة من الفيديوهات في نفس الموضوع وتواصل مع الناس باستمرار، وما تعتقدش على أن النتائج ستأتيك بين عشية وضحاها، لازم واحد المدة ديال شهر شهرين ديال العمل. هذه هي النصائح اللي لازم تأخذها بعين الاعتبار باش ما تبقاش كدور في دائرة مفرغة. العمل الجدي هو الذي سيوصلك، هو الذي يحل لك المشكل. تحياتي.